نسى أنه ما ليس في ليفربول. تصرف غريب من ماني مع فيرمينيو بعد هدف تاليسكا. النجم السنغالي يثير الجدل بلقطة غريبة. واقعة غريبة ومثيرة للجدل قام بها الجناح السنغالي ساديو ماني خلال فوز فريقه النصر على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة السابعة من دور الروشن السعودي. القمة كانت تاريخية كما توقعها الجميع، حيث سجل رباعية النصر كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا بثنائية لكل منهما، بينما أحرز أهداف الأهلي فرانك كيسي ورياض محرز وفراس البريكان. ما فعله ماني عند قيام تاليسكا بهز شباك الأهلي كان غريبا، حيث قام بالقفز فوق دار روبرتو فيرمينيو مهاجم الفريق الخصم من أجل الاحتفال معه بهدف زميله البرازيلي. اللقطة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فسرها البعض بالمزحة بين ماني وزميله السابق في ليفربول، واعتبرها البعض الآخر حركة استفزازية ضد فيرمينيو. وقد التقطت أيضا عدسات الكاميرات بعد نهاية اللقاء تحرك ماني نحو جمهور الراقي مشيرا إلى عدد أهداف المباراة رقم 4، مما أدى إلى استياء الجماهير، ورفع الفوز رصيد النصر إلى 15 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة حتى الآن. هي الصداقة وروح الدعابة التي استمرت بين الثنائي حتى بعد رحيلهما في الوقت ذاته عن ليفربول بعد نهاية الموسم الماضي، وصدفة انضمامهما للدوري السعودي ذاته، ولكن لكل منهما في فريق منافس للآخر، وهو ما ظهر في تصريحات ساديو ماني بعد الانتقال لصفوف النصر السعودي، حيث قال: تحدثت مع فيرمينيو بكل تأكيد، أعتقد أنه أراد أن أنضم إلى النادي الخطأ، في إشارة منه لنادي أهل جدة، قبل أن يضيف: أمزح، ولكنه اتصل بي مرتين أو 3 مرات لإقناعي بالانضمام لفريقه، وتحدثت مع فابينيو لأنه كان قريبا من الدوري السعودي أكثر مني، وعرض علي القدوم إلى الاتحاد، ولكني قبلت عرض النصر. يذكر أن ماني لعب مع فيرمينيو فترة طويلة في ليفربول، حيث انضم له في الريدز خلال عام 2016 قبل الانضمام لبايرن ميونخ في 2022، ومنه إلى النصر، بينما وصل المهاجم البرازيلي إلى الأهلي قادما من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.